لا 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 وانا لي سيفي البتارة بضرب بيدين البخالة، وانهن ما ضرب وعاد حنه وعاد المعه، ورميته رميته رمية ما ادري تودي لفينا، واتركه مثل عودا يتركونه ولا تعذر منه. بعدها مرحبا عدت قبيلا يقابل له قبيله، والعذر يا ضيوف خل مرحبا والعذر لك، مرحبا ويا ضيوف ارحبوا يا ضيوف العذر لو خاص شيء من صوبنا، ارحبوا يا ضيوف العذر لو خاص شيء من صوبنا. يحيى سعيد وبن يحيى سعيد، وسعد الناس من يحكم في الناس بانصاف وعادل، بعض الأعمال عند الله خير من الحمر النعم، والذي يجمع الأموال ويعدها فرد ويجمل، يكفي إن كان عنده خمسة هيلا وصالح بن خميس. وانا لي سيفي البتار بضرب بهيدين البخالة، والنهن ما ضرب وعاد حن وبا وعاد المع، ورميته رميته رمية المدري تودي لفينا، واتركه مثل عود يتركونه ولا تعذر منه. بعدها مرحبا عدت قبيلا يقابل قبيله، ارحبوا يا ضيوف العذر لو خاص شيء من صوبنا، ارحبوا يا ضيوف العذر لو خاص شيء من صوبنا. أحب فيكم وفي هذا القبيلة، وانت يا شيخنا المحبوب يا ميرنا منصوبنا، وانت يا شيخنا المحبوب يا ميرنا منصوبنا. صالح عبد الرحمن ونعم وبن يحيى سعيد، لو لي أحفادهم فرسان ذا الليلة محمد وعادل، وخميس بن أحمد هو حامد رجالا والنعم، وبعد أرحامهم ونعم وعبد الله بن حامد يجمل، ثم يحيى ابن يوسف هو مرضي وصالح بن خميس، وابو عادل سعد يا سعد من صاحبه ولا بخاله، ونحن نفخر بابو حامد ونفخر بابو عادل معه.
يا سعد وانت يا احمد يوم جتنا عزيمتكم لفينا الا لو غيركم يمكن نجنب ونا تعذر منه والله ما جابي الا حب فيكم وفي هذا القبيله وانت يا شيخ انا المحبوب يا امير انا من صوبنا وانت يا شيخ لا 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 مرحبا بالمالكي وابني هلال عندي دعوة القاري زي نعم الرجال قالها بالنيابه قالها شاعر وضيف قدر ابو حامد تعنى وابو عادل من خميس مشيط وبها جيته مرحبا بالمالكي وابني هلال عندي دعوة القاري زي نعم الرجال بالنيابه قالها شاعر وضيف قدر ابو حامد تعنى وابو عادل من خميس مشيط وبها جيته مرحبا بالمالكي وابني هلال عندي دعوة القاري زي نعم الرجال بالنيابه قالها شاعر وضيف قدر ابو حامد تعنى وابو عادل من خميس مشيط وبها جيته
يا لا 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 هلا ابو لك هلا ابن لك انا عادل وابو عادل انشراح الصدر وبهجيته قلت انا اللي ياها بالمبني هلال والحلا في جال وثر المرجال هات يا الصاحب من الهجس وضيف الابن لك انا عادل وابو عادل انشراح الصدر وبهجيته يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 مرحبا عند الذي فاد الجمايل في خواف الوقت وعلى نيته مرحبا مرحلا لا 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 مرحبا عد العدود اللي زلال يا شاعر بالقرن يضرب بك مثال والبطل في كل موقف ما يصيف مرحبا عند الذي فاد الجمايل في خواف الوقت وعلى نيته
مرحبا عد العدود اللي زلال يا شاعر بالقرن يضربك مثال والبطل في كل موقف ما يصيف مرحبا عند الذي فاد الجمايل في خواف الوقت وعلى نيته ما عليك من الخطايا والزلال ثبت لي عسوب ويجي لك مثال شاعر ما يتخيل ما يصيف أنا تعجب عيني فنون الجمايل وبني آدم رزقه على نيته لا 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 البقاء والحن سوا في كل حال الجنوبي في الكرم وفي القتال تجده يبدي مع عزوه وقيف واللي شارك في الكويت ام الهوايل شاف ضرب النار وش نوعيته البقاء ونحن سوا في كل حال الجنوبي في الكرم وفي القتال تجده يبدي مع عزوه وقيف واللي شارك في الكويت ام الهوايل شاف ضرب النار وش نوعيته al
البقاء والحنس وفي كل حال الجنوبي في الكرم وفي القتال تجده يبدي مع عزوه وقيف واللي شارك في الكويت ام الهوايل شاف ضرب النار وش نوعيته يا لا 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 هكذا الدنيا بها مر وحال اقترب يا صاحبي ولا القتال ولا وقف في محلك يا وقيف الرماية فيها ميزة والهوايل والرصاص اليوم وش نوعيته وش يحدك للمخاطر والهيال ما ترق ولا الرواسي والجبال راعي الذلات والعقل الخفيف وشدا وصلبه وجبال حايل ما يناطح قرون ميته وش يحدك للمخاطر والهيال ما ترق ولا الرواسي والجبال رعي الذلات والعقل الخفيف وشدا وصلبه وجبال حايل ما يناطح قرون ميته وش يحدك للمخاطر والهيال وش يحدك للمخاطر والهيال
ما ترق ولا الرواسي والجبال راعي الذلات والعقل الخفيف وشده وصلبه وجبال حايل ما يناطح قرون ميته كم شربنا من فناجيل هيال وبنينا السالفه من هالجبال للجمل نبه وزوره والخفيف من نقل نمه وسوى له محايل زاد جانا سقره ونميته يا لا 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 يا لا 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 أيل سهلة في موازين ثقال أهل رايه بينه وأهل اكتمال قلتها وانا على الثمرة وليف ماني مكلف بقول في غزايل وافصل المجنون من جنيته